استكمالا لسلسلة شروحات الروت على القناة ونظرا لكثرة الطلبات على توفير ملفات الروت، جبنا لكم النهاردة طريقة عمل الروت لهاتف سامسونج A22 اللي هو ال 5G الإصدار الأندرويد بتاعه 11 حماية U3. لو كان هاتفك أقل في إصدار الأندرويد أو أقل في إصدار الحماية تقدر تحمل ملف السوفت وير اللي هوفره لك في الرابط بتاعه أسفل الفيديو، اللي من خلاله هتقدر تحدث تليفونك لأندرويد 11 الحماية U3. ولكن تنبيه مهم جدا لازم تخلي بالك منه، لو اصدار الحماية عندك اعلى من U3 فبلاش تفلش السوفت وير ده ولا حتى تعمل الروت للهاتف بالملفات دي، لانك كده هتعرض هاتفك للخطر والتلف. نتقابل بعد الفاصل. السلام عليكم، انا مجدي مندور، وفيديو النهارده ان شاء الله هنتكلم عن طريقه عمل روت لهاتف A22 اللي هو ال 5G زي ما احنا شايفين قدامنا كده. اول حاجه هتخش على السوفت وير انفورميشن وتروح على البيلد نمبر، تضغط عليه حوالي 7-8 ضغطات عشان تفعل خيارات المطور، وترجع لورا خطوتين او تطلع وتخش تاني من الاول. هتلاقي خيار الديفلوبر اوبشنز او خيارات المطور ظهرت معاك، هتضغط عليها عشان نفعل خيار الاو اي ام انلوكينج زي ما احنا شايفين الخيار اللي قدامنا ده، فعله من هنا. وتنزل لتحت شوية برضو وتفعل خيار الـ USB Debugging أو تصحيح أخطاء USB، الخيار اللي ظهر قدامنا ده. بعد كده بتطلع من الإعدادات، هتخش على الملفات دي، الملفات اللي هسيبها لك أسفل الفيديو إن شاء الله. ده ملف الروت زي ما شايفين اللي هو حماية U3 زي ما قلت في المقدمة. لازم تأكد من الحماية اللي عندك، لو أقل هتثبت ملف السوفت وير. ده ملف السوفت وير اللي قلت لك عليه، لو انت الحمايه عندك اقل او الاندرويد اقل هتثبت الملف ده قبل كل شيء. ده تطبيق الماجيسك اللي من خلاله هنحصل على الروت، وده فحص الروت او تطبيق فحص الروت. ده برنامج الاودن اللي من خلاله نقدر نثبت ملفات الروت او ملفات السوفت وير. كل الملفات دي هسيبها لك اسفل الفيديو. نخش على برنامج الاودن وتفتحه عشان نثبت ملف السوفت وير. لو انت عندك الحماية أقل أو الأندرويد أقل هتعمل زي ما أنا هعمل كده بالظبط، تختار من خيار الـ AB ملف الـ AB ومن الـ BL ملف الـ BL وهكذا، كل ملف باسمه، وتثبت السوفت وير عشان تحدث إصدار الأندرويد عندك لأندرويد 11 الحماية U3 عشان الروت يشتغل معاك تمام. طبعا هنقدم الطريقة دي أو هنخليها سريعة شوية بحيث إن احنا نخلص منها. بعد ما التليفون يفتح معاك هتعمل الإعدادات العادية خالص لحد ما يفتح معاك. بعد كده هتخش تشبك الواي فاي، تخش على الاعدادات وتشبك الواي فاي عندك. بعد ما تخش على الواي فاي خش على اباوت فون، برضو سوفت وير انفورميشن، وتروح على البيلد نمبر تضغط عليه 7-8 ضغطات، نفس الخطوات اللي عملناها في الاول. ترجع لورا وتلاقي خيار المطور او ديبلوفر اوبشنز، هنا الخيار ده هتلاقيه مفعل بس مش منشط، مش مشكله، المهم ان هو مفعل. لو لقيته عندك متاح ان انت تفعله فعله. بعد كده هتقفل التليفون وتفتح البوت لودر. طبعا هسيب لك في اخر الفيديو طريقة فتح البوت لودر لو انت مش فاتحه، انما دلوقتي انا دخلت التليفون وضع الداونلود، الضغط على زر رفع وخفض الصوت وشبك كابل اليو اس بي. هختار من هنا ملف الروت من خانة الاي بي، وهنا هروح اقول له من اوبشنز اختار الاوتو ريبوت، اشيل من عليها العلامة وبعد كده اضغط ستارت. وانا شبك التليفون طبعا اكون مثبت التعريفات قبل ما ابدأ في كل حاجة. زي ما احنا شايفين بدأ يثبت معنا ملفات الروت، والتليفون هيفضل مفتوح معاك كده. كل اللي عليك دلوقتي هتضغط على الباور وخفض الصوت عشان يعمل اعادة تشغيل اجباري، وهو بيقفل الشاشة على طول تضغط على الباور ورفع الصوت. يعني اول حاجة الباور وخفض الصوت عشان يعمل معاك اعادة تشغيل اجباري، واول ما الشاشة تطفي تنيك سايب ايدك على الباور واضغط على رفع الصوت. زي ما هنشوف دلوقتي مع بعضنا، هنضغط على الباور وخفض الصوت. اول ما الشاشه تطفي هنشيل ايدينا من على خفض الصوت ونحطها على رفع الصوت على طول عشان يدخلنا على وضع الريكفري زي ما احنا شايفين. واول ما الكتابه تظهر معاك شيل ايدك من على الباور وسيب ايدك على رفع الصوت. اول ما زي ما احنا شايفين كده، ساعه ما الكتابه دي تظهر معاك شيل ايدك من على الباور وسيبها على رفع الصوت عشان يدخل معانا الوضع الريكفري.
زي ما احنا شايفين دخل معانا الوضع الريكفري، هتنزل بالاسهم رفع وخفض الصوت والباور للضغط على الحاجه اللي انت عايزها، تنزل عند ويب داتا فاكتور ريسيت، وبعد كده تضغط بالباور تختار فاكتوري داتا ريسيت عشان يعمل معانا فورمات للتليفون. بعد كده تضغط بالباور بس ضغطه واحده ريبوت سيستم ناو، انتظر لحد ما التليفون يعمل معاك الاعدادات العاديه خالص بتاعت بعد الفورمات ويفتح معاك التليفون. بعد ما يفتح معاك التليفون هنروح على الملفات اللي احنا محملينها، ناخد تطبيق الماجيسك وتطبيق الروت تشيكر وناخدهم نسخ ونحطهم في ذاكره التليفون ايا كان بقى الذاكره الداخليه او الخارجيه ايا كان. بعد كده ترجع تاني على التليفون وتروح على الذاكره او الفايلز وتثبت تطبيق الماجيسك الاول، وبعد ما تثبته هتقول له انستول وبعد كده تقول له فتح او اوبن، هيفتح تطبيق الماجيسك معاك اللي من خلاله يدينا صلاحيات الروت زي ما احنا شايفين هنا. قال لي الرام ديسك يس، كده الروت ثبت على التليفون. وعشان نتاكد هنثبت تطبيق اللي هو روت تشيكر عشان نفحص الروت هل تم عمل روت للتليفون ولا لا. هنا هنثبت روت تشيكر، نقول له انستول وبعد كده نقول له اوبن، بعد كده نفتح التطبيق الاعدادات العاديه بتاعته لحد ما يفتح معانا، وبعد كده هنقول له فيريفاي روت او فحص للروت. هنا ادانا صلاحيات الروت زي ما احنا شايفين، وهنا ظهر معايا الروت اهوت، وكده التليفون تم عمل الروت له. لو انت التليفون بتاعك مقفول بوت لودر ومش عارف تفتحه ازاي، هوريك دلوقتي طريقه فتح البوت لودر للتليفون. هتقفل التليفون بتاعك طبعا، هتضغط على زر رفع وخفض الصوت مع بعض وتشبك كابل اليو اس بي لحد ما يفتح معاك الشاشه الزرقاء. بعد كده هتظهر معاك بالشكل ده، هتضغط على رفع الصوت ضغط متواصل لمدة 7 ثواني، رفع الصوت هتضغط عليه ضغط متواصل لمدة 7 أو 8 ثواني لحد ما الكتابة دي تتغير معاك وتظهر شاشة تانية زي ما احنا شايفين كده. هنا قال لك لو عايز تفتح البوت لودر تضغط فوليوم اب مرة واحدة بس او رفع الصوت مرة واحدة بس، عايز ترجع هتضغط خفض الصوت. فاحنا هنا عشان تفتحه هتضغط رفع الصوت مرة واحدة لحد ما يعمل معاك اعادة تشغيل وبرضه هيفرمت التليفون. ده كان كل شيء. متنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بفيديوهاتنا الجديدة. كان معكم مجدي منظور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.